بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا خلل دلوقتي في الحوش وبنبحث عنه. في ماسورة مكسورة تحت البلاط بتفضي الخزان العلوي، وبعد الفحص قد تبين لنا الآتي: وجود خلل في خط الحمام الأرضي الخاص بالسواق، والآن بنبحث عن الكسر مكانه فين بالضبط. كسر هون هنا كده، والحين حدد لنا الجهاز وجود خلل في المكان اللي احنا نكسر عليه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والوقت كان تبين لنا الخلل. انا دي الماسوره مكسوره، دي الماسورة دلوقتي، دي الماسورة الماسورة. سنة سنة